بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع محافظ القليوبية أيمن عطية موقف المشروعات المالية بنطاق المحافظة وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأملاك مع عدم التأثير سلبا على منظومة الموارد المالية المائية والري، كما تم مناقشة اللمسات النهائية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المساحة ومحافظة القليوبية يتضمن قيام الهيئة بإعداد خرائط مساحية لكافة أملاك المحافظة. بحث وزير الزراعة علاء فاروق مع السفير البرازيلي بالقاهرة باوليني فرانكو سبل التعاون للنهوض بالزراعة والاستثمارات بالبلدين، كما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الاعتماد الإلكتروني للشهادات البيطرية للواردات البرازيلية من اللحوم ومنتجاتها. من جانبه قال السفير البرازيلي إن مصر سوق كبيرة واعدة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العلاقات الزراعية والتجارية تسير بشكل جيد بين مصر والبرازيل. أعلنت وزارة النقل عن التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني البحرية أو ربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين وتتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما طغت مجموعة من المؤشرات القاتمة لشهر يوليو من الصين على تأثير المخاطر الجيوسياسية، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.58% لتصل إلى 79.46 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.69% ليصل إلى 76.47 دولار للبرميل، فيما تراجعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.91% لتصل إلى 32 دولار للتر، وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.9% لتسجل 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن الصين والسعودية كانتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت الغاز المنتج بالتقطير الفراغي في يوليو، وارتفعت الصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الشهر الماضي 7% عن يونيو إلى حوالي 4.5 مليون طن بعد استكمال الصيانة الموسمية للمصافي الروسية، ومنذ دخول الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في فبراير 2023، صارت دول أسيوية هي الوجهة الرئيسية للإمدادات الروسية من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي. كشفت مصادر تجارية أن مؤسسة النفط الهندية اشترت 3 ملايين برميل من خام النفط التي تتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر، في عطاء يأتي الطلب القوي على خامات أبوظبي الخفيفة من أكبر شركة تكرير في الهند مع توقف المضاربة على الخامات الأمريكية الشهر الثاني على التوالي. كشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة، وذكرت المصادر أن بنك الاحتياطي الهندي لم يحدد للبنوك هدفا بعينه لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات، وهذه الإرشادات أكبر من دعوة البنك المركزي للبنوك في 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات.
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجلسة الرابعة على التوالي، وصعد المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 3% مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين. وصعدت جميع البورصات الأوروبية، بينما تراجع المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني بنسبة 2% بعد ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية 0.5% في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما نهى وحكمت. شكرا جزيلا لك شوقي.